نختم إذا فقرة هذا البرنامج بصورة اليوم. صورة اليوم أردناها مباشرة لأنه نحن على أعتاب شهر رمضان، إن شاء الله يكون يوم الأثنين. كثير من الناس رانا نشوفه في السوبرات الغاشي، الناس يتحضر لشهر رمضان يتشري ربما مأكولات لتحضير، وهذا شيء طبيعي. شهر رمضان شهر العبادة، وأيضا طبعا الجبل العائلات الجزائرية في كل مرة تقوم بتحضيرات خاصة لهذا الشهر الكريم سعلي بن شيخ، لكننا لابد أن لا ننسى هؤلاء الذين يعيشون أيام عصيبة جدا، إخواننا في فلسطين، أطفال فلسطين. هذه الصور المؤسفة جدا أمام صمت عربي وصمت غربي وصمت دولي، يبحثون عن لقمة العيش في غزة بهذه الصور في وقت احنا الحمد لله الواحد يحمد ربي على النعمة هذه. أننا واحد الآن ربما يقول لك لازم نجيب لحم لحلو، واحد يجيب اي واحد اللي ما يقدرش يشوف برك هاد الأطفال كيفاش راهم يبحثوا على لقمة العيش، أي شيء باش يأكلوه في ظل ما يحدث في لإخواننا في غزة وفي فلسطين. ربي معهم، لا نملك إلا الدعاء، ما عندناش حاجة واحدة أخرى بيدنا، ولكننا بقلوبنا معهم، وعلينا أن ندعو الجميع أن يدعو لهم وهو على مائدة الإفطار في شهر رمضان. سي علي بن شيخ، والله وريت صور فريمون يقطعوا القلب، فهمني، يقطعوا القلب كي تشوف تصاور هكذايا، ولكن بالخيانة تاع بوكو دو ناسيون سا سي فريمون تريست، ولكن حاجة مليحة عندهم ربي سبحانه في قلوبهم، وبإذن الله الانتصار يكون وشفا مليح، غير الانتصار اللي يكون بإذن الله. هذه وحدة بور فونير اللي عندنا حنايا رمضان، إن شاء الله الناس قاعد تصوم بخير وعلى خير، ولكن هادو راهم في حرب اونيكو في لي زانال دو لومانيتي، هذا ماهوش حرب، فات الحرب هذا صح، لان هادو خطيهم تاع بومباردوم تقطع لهم كل شيء، جينوسيد هذا شيء. وهنا في مصر وفي الاخر غالقين لهم كلش، والناس تتكلم بالاسلام، هذه صا سي ماشي غير في كاع البلدان كاع، ونبقاو نفتخروا ببلدنا لاننا حتى دبلوماسيا و هذيك حنا اللي رانا لانا واقفين معاهم صح. ولكن هنايا انا نتمنى يا رضوان، احنا في الجزائر الحمد لله رانا عايشين ترونكيل اون بي وكذا، اي فودري كو لي جون بونس او بوفر، باسكو هنا راك عايش اون بي، والله العظيم كاين اللي ما ينجمش يدوق اي حاجه، سيرتين شوز ما ينجمش يشوفها كاع ايتي، فهمني، دونك اللي فو كو لي جون بونس او بوفر، واحد اللي يخلص 30000 ولا 40000 دينار امبوسيبل يدوق في اللحم في الشربه، يبلح يدير كاش حطبه هكذا ويدير في سومبلون بلي لحم يا اخي. والناس ما تقول انت دوك راهي تشري وكذا، انا جاتي لاتونسيون دي كوميرسون يا جماعه الخير، ماشي في رمضان الجوامع كومبلي الصب الظهر المعاصر المغرب العشاء التراويح ومن بعد ذبيحه بالونفيرت تذبحوا في الناس، لا يا اخي، لا لا لا، جو بريفير انا ما نقولكش ما تروحش تصلي، مي اخي الكوميرس خمم عليه، المواطن خمم عليه، حبطوا في شهر رمضان، امور رمضان ذبحونا كاع يا سيدي، بصح في رمضان حبطوا صح، في لي بي لي نو ريان افوار اون اوروب، ام يديروا دي ريون سبيسياليزي غير مكتوب بور لي ميزولمون، تشوف هذاك اللي نقولوا له الكافر ما يروحش يشري ليه، بورتون ممكن موان شار على هذا، مي ما يروحش يشري ليه، ريسبكت، وانت تصلي والتراويح وقندوره وهادي وخلا دار شر، من بعد تذبحوا بالمقلوب، حرام هادشي، هذا هذيك الربح هذاك راهو حرام، نفتي اليوم لا ساسبيس قولي سيرتا يقولوا لي عاش تقول، نقول لهم حرام هادشي هذا، تخلي خاوتك اللي تنجم تعاونهم في شهر هذا، شهر الرحمه يقولوا له، ماشي شهر الذبيحه، شهر الرحمه، حبطوا في لي بري يا اخي، حبطوا في لي بري، ميم تربح 5 دينار 10 دينار واش عليه، ولا ما عارف شحال تربح، بصح يفو بونسي او جون، ولازم ايضا ما تلحقش راني عارف واش راني نقول، لازم تكون ايضا مراقبه تاع الدوله الجزائريه للناس اللي الديباس لي ليميت. سمير، كلمه حول صوره اليوم باش نختموا حصه اليوم. الله يرضوا عنا، كي توري تصاور هذوما حنا نشوفوهم تلطو، على كل حال وحنا اللي نحوسوا عليهم، باسكو اوني توجور كيريو تصاور سكي سباس اون باليستين، لا انسان يحشم يخمم يروح يشري، الله يحشم
دي فوا سا يعني تصمت لك المعيشه كاع تصمت لك المعيشه وتردك باللي شغل انكفر يفكرنا باللي احنا كمسلمين ما قمناش بنهناش بالونجينا ما قمناش بالواجب تاع لكن انا بيرسونالمون على يقين باني الله ليس غافلا على هذا يجي نهار يخلصوها غاليه هذا سي سيكلير الظلم هذا من المستحيل يكمل هكذا ربي يجيب لهم صبر ربي يجي يغنيهم ان شاء الله وان شاء الله احسن يجيب لهم الاموال من اين لا يحتسب كاع ان شاء الله لو ما يقدرون يفيدوهم غير بالدعاء انا نقول لهم اللهم اغث الشعب الفلسطيني ان شاء الله وربي ان شاء الله ربي يرم معاهم وربي ما امبوسيبل يخسروا على كل حال رايحين فايزين ان شاء الله.